الله بالخير لكل من يتابع شرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا أن يعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، إن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رشاد. أهلا أزن، أهلا وسهلا لكل متابعي الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مواضيع جديدة راح نتابعها بعد الفاصل. بداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، ونشرة الكهربائية اليومية وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقية، البث المباشر أيضا لا ننسى على صفحة الشرقية على الفيسبوك. اللي عنده أي تعليق يخص مواضيعنا أو أي موضوع يا ريت يتم كتابته وتركه حتى يتم قراءته وقت بث الحلقة إن شاء الله إذا كفت، وإذا كان الموضوع مهم وبتفاصيل مهمة يتم إرساله إلى مراسلين لمتابعته. نعم. طيب، راح نديكم أولى مواضيع حلقتنا هذا اليوم من استذكار فاجعة الكرادة اللي كانت يوم أمس. أهالي الشهداء والمفقودين يستذكرون هذه الفاجعة التي هزت العالم، طبعا مو بس هزت العراق، ويقودون الشموع في مكان حادث ويتساءلون يطالبون نفس الوقت ويقولون صار سنة من الحادثة أو من الفاجعة ولحد الآن الحكومة ما بينت أو تحقيق حول هذه الكارثة اللي صابت أولادنا واللي راحوا ضحايا هذا الاحتراق، وأكو حد الآن جثث مفقودة. يعني فاجعة الكرادة هي فاجعة العصر، ما مرت وإن شاء الله ما تمر مثلها. ماكو جريمة مرت بالعراق مثل هذه الجريمة، لكن للأسف كنا نتوقع يعني في تغطيتنا العام الماضي بمثل هذا اليوم اللي هو طبعا يوم أمس كانت هي الفاجعة، قلنا أنه لازم يتغير شيء. يعني شنو ننتظر بعد أكثر من اللي صار بينا؟ ناس شباب قاعدين بأمان الله آخر أيام رمضان في وقتها، أكيد الكل يتذكر هذه الأيام، والناس جاي تحضر للعيد وهي ليالي القدر، والناس كانت تبقى حتى الصباح الباكر من اجل انه تتسوق وتتحضر للعيد. احنا العام ما كان عندنا عيد، يمكن حتى هالسنه ما عندنا عيد، لانه احنا ايضا وضع الموصل والنازحين، وايضا هم ما مر عليهم سنه، كل هذا اثر على ان تختفي ملامح العيد في العراق للاسف. اللي مر كان المفروض انه ما يمر مرور الكرام بالنسبه للحكومات المحليه والمركزيه، بالنسبه حتى للناس، لكن يعني احنا ننسى شعب عاطفي في نفس الوقت، نثور بنفس الوقت، نتألم بنفس الوقت، وبعدين ننسى. يعني هو هذا واقع الحال، أو أنه هذه طبيعة الإنسان أنه ننسى. فالناس نسيت يعني الحزن، أو نسيت أهلها، أو نسيت أولادها، لكن نسيت أنه تسأل أنه منو السبب وشنو السبب وليش. مثل ما إحنا اللي شفناهم ناس ما ماتت موتة عادية، ناس انحصرت، ناس انحبست، واخر شيء ما لقوا جثثهم، واللي لقوه متفحم. يمكن اكو ناس دفنت حتى مو ابنائها، ناس ظلت تدفن ابناء غيرها. لا يمكن انه نسترجع ونحكي تفاصيل فاجعه الكراده لانها مؤلمه ومخزيه بنفس الوقت. يوم امس تحول المكان، هذه البنايه اللي صار بها التفجير واللي صار بها الفاجعه، الى مزار والى معرض للصور، مثل ما شاهدنا من خلال المقاطع ومن خلال الصور اللي انتشرت واحنا جايين نشوفها حاليا بالجو. الله يساعد الناس، والناس كلها تتساءل ويمكن بألم وبحسره كبيره، منو وليش وشنو. الحكومه اللي تريد تكشف عنه تكشف، لكن اللي ما تريد تكشف عنه تقول تسويها ضد مجهول وها هي وتخصمها، لان تعرف احنا ما بيدنا حيله وما نقدر نسوي شيء ولا راح نسوي شيء، وصار سنه احنا لحد الان ما نعرف شنو اللي صار في هذا المكان. يمكن اللي يعرف قسم من الشباب اللي راحوا. احنا ما عرفنا اسم انفجار، فعل فاعل، شنو نوع الانفجار، اللي جو ليش انحبسوا،
اللي جوه شلون صار هالشكل الانفجار هائل. انتم في وقتها يمكن شفتوا مواقع التواصل الاجتماعي والناس ألفت او هي حقيقه عشرات القصص على الموضوع، حتى طلبنا انه كافي لانه اهالي الضحايا بعد ما يتحملون الفاجعه واللي صار. لا يمكن انه ام تنسى، ولا يمكن انه اخت تنسى، ولا يمكن انه اخ ولا صديق ولا اب ولا كل واحد مر بهذه الفاجعه. بوقتها احنا بقينا ايام كل واحد في بيته متالم ويحس انه ضايع له شيء، يحس انه هو يشم رائحه الموت. لحد الان فاجعه الكراده اللي يرحون بالكراده يقولون احنا نشم رائحه الموت ونحس انه الضحايا تمر من فوق رؤوسنا. الجنة لهم أكيد، ونتمنى الصبر والسلوان، ما بيدنا غير دعاء الصبر والسلوان لذوي الضحايا والشهداء، ورجاء من الحكومة إذا كان عندها ذرة من الضمير والإنسانية تكشف لنا الجنات، مو بس من أجل أن نبرد قلوب أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين، أكو مفقودين، وإنما حتى ما تنعاد هذه الكرة، حتى فعلا المجرم يأخذ جزاء العادل. مرت سنة لكن للأسف ما استفادينا من عندها شيء غير أنه إحنا كبر حزننا في قلوبنا. الله يرحمهم مرة أخرى، ونتمنى أنه ما تمر مثل هذه الفاجعة لا بالعراق ولا في أي مكان آخر، ولا أي واحد ينفجع بصديق أو زميل أو حبيب أو زوج أو ابن أو أم أو كل أو من كل هذه الأمور. إن شاء الله آخر الأحزان وما تمر على العراق مثل هذه الفاجعة ولا على أي مدينة أخرى. طيب نروح إلى بغداد وحول موضوع الأمن في بغداد. نصب منظومة للكاميرات للحد من الخروقات الأمنية. الأجهزة الأمنية تقول أنه هذه المنظومة للكاميرات راح تحد من هذه الخروقات الأمنية وراح تساعدنا بشكل أسرع في القبض على المجرمين واللي يسوون التفجيرات والقتل وما شابه. وبنفس الوقت يطالبون المواطنين أنه عملية الأمن هي علاقة أو عملية تعاون بين المواطن، لأن المواطن لما يساعد يساعد الحكومة أو المعنيين أو الجهات الأمنية راح يساعدهم كثير في القبض عن المجرمين وعن المخربين الأمن. خليكم ويانا خلينا نشوف هذا التقرير. شخصيا سيدي باتجاه سيطرة الشعب أمر وتوجيه السيد القائد بالوقت الحاضر مع سرية الطوارئ مع دورية من كل مركز شرطة الفحامة الراجدية وباقي المراكز بالسرعة سيدي بإشرافك شخصيا تسهل دخول العجلات الى محافظة بغداد وتبدون المساعدة وتساندون سيطرة الشعب. اتفضل سيدي. بعد اللي شفناه من هذه المنظومة ومتابعة حضرتك لتقاطعات بغداد بالكامل، المشاهد اليوم يصير عنده سؤال، إذا كل هذه المنظومة الأمنية اللي دا تشتغلون عليها وصير خروقات الأمنية بهذا الشكل، شلون وليش وعمليات اقتحام وعمليات اغتيالات داخل البيوت، وبالذات بهذه الشهرين اللي فاتن صارت أكثر من عملية خطف وذبح وقتل واغتيال، شلون ممكن تفسر لنا هذه العملية وبهذه المنظومة المحكمة اللي أنتم مشتغلين عليها؟ والدليل أنه نلقي القبض على الفاعلين بعد ما يصير العمليه الجنائيه، يلقون القبض عليهم بعد ساعات نتيجه على الكاميرات. هذا واحد. اثنين، بخصوص اللي تفضلت به انه اكو حالات قتل وسرقه وكذا، هو هكذا هو المجتمع، اي مجتمع من المجتمعات بجريمه جنائيه وبجريمه ارهاب. حقيقه احنا نشتغل على الجريمه الجنائيه وجريمه ارهاب، بس تقارن عدد الناس مع عدد الجرائم انا اشوف هذا يعني شيء مسيطر عليه. ما نريد نوصل للكمال، بس نريد نوصل لانه المواطن يطمئن. اليوم المواطن ما مطمئن. انا بتقديري اكو اطمئنان للمواطنين واكو ثقه معاهم، والدليل انه يتعاونون معنا ويوصلون المعلومه. الجريمه اللي صارت، جرائم القتل والخطف اللي صارت في بغداد الجديده، تعاون المواطن هو الكشف الجريمه. صح احنا شكلنا فريق عمل، وهذا فريق عمل اشتغل بالاجهزه الحديثه وبالتقنيات وبالكاميرات وبالدليل، ولكن تعاون المواطن
أثمر عن إلقاء القبض على القاتل وجلبه واعترافه على عدد من الجرائم الأخرى وعلى عدد من المشتركين معه. والآن هو البارحة أنا الساعة 12 بالليل جبنا المتهم واعترف صراحة بهذا فعله، وهو يعني حقيقة. سيادة القائد، ممكن تقول لنا شنو كلمة تقولها للتواصل الاجتماعي اللي دا يخليكم توصلون إلى الجنات بشكل سريع ومباشر؟ حقيقة إلى دور كبير التواصل الاجتماعي، خاصة موضوع الفيس. احنا نتابع متابعة دقيقة لأنه ينشرون معلومات تفيدنا وتفيد الأجهزة الأمنية أيضا والمواطن، وأيضا المواطنين اللي شيوخ العشر نقول عليهم أو وجهاء المناطق لهم دور في إلقاء القبض على القتلة وحالتهم إلى المحاكم. هذا دور المواطن، أنا بتقديري دور جيد ومشرف، وحقيقة هو هكذا هو تكون العملية الأمنية بين المواطن والأجهزة الأمنية. إذا كانت أكو ثقة وأكو تبادل المعلومات ممكن نحقق نتائج جيدة. سيد موجود عقيد معتز، بس أتأكد لك من موجود ده بسيط. أجاد من الهينوات والوراء الأربعة طالب كل اللي رجح لعرب كل اللي احنا تونا كنا نحكي عن موضوع الفاجعه. هسه يلا خلينا نشوف هاي المنظومه، منظومه الكاميرات يوميا مطلعين شيء. مره اول شيء نسيت شنو كان اول شيء، شو اسمه المسدس، لا المسدس شنو كان اسمه هذا اللي يلزمونه وبس يلزم الحشوه، نسينا من قد ما هم هواي زين. وبعدين وراها جابوا الكلاب البوليسيه، بعدين حطوا هاي السيطرات بدل الكاميرات بكل مدخل، هسه نصب كاميرات سقر بغداد بعد اكو. خلي يلا يوميا يجربون، والمشكله من يجيبون شيء يقول لك هو هذا الزين، هذا اللي هذا يحل الموضوع. هسه هم قالوا على نصب الكاميرات، احنا راح نلزمه للص والحرامي والمرتشي، معناته ما يبقى عنده ولا مسؤول، والمفخخات والما اعرف شنو. على العموم خلينا نحاول نصدق بالموضوع ونتامل خير، عسى ولعل انه يكون هناك انه يكون هذه اخر شيء، يعني ما يجربون يعني فلوس، بس فلوس. بعدين اخر شيء يطلع مسؤول يقول لك والله هاي صرفوا عليها ملايين الدولارات، وتالي بعدين يجي غير مسؤول يجيب غير شيء، وهكذا احنا ضايعين في هذا البلد. طيب نروح الى طلبة السادس، اليوم ادوا امتحانهم الثاني اللي هو امتحان اللغة العربية. اجت الاسئله حسب ما افتهمنا من التعليقات اللي وصلت لنا من الطلاب انه اجت مركزه، يعني اللي قاري بشكل جيد يقدر يجاوب على الأسئلة بشكل جيد. لكن اشتكوا من موضوع القاعات الامتحانية، اللي احنا من اتصلنا في وقتها بأحد المسؤولين اللي هو مدير الامتحانات، قال احنا راح تذلل الصعوبات بالأيام الجاية، الظهر مو ما لحق على الامتحان العربي، على الامتحانات الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله على آخر امتحان يلا تذلل الصعوبات هاي إذا قدروا يذللونها. لحد الآن القاعات حارة جداً، تعرفون درجة الحرارة فوق 50 درجة مئوية، لحد الآن يقولون يوصل لنا الماء حار، وأكو قاعات ما يوصل لها، لحد الآن يقولون إحنا جاي نوصل بشكل أو يعني ما أعرف. هناك كثير من المشاكل اللي هي تقع على عاتق وزارة الكهرباء أو وزارة التربية اللي ما عرفت تنسق، اللي هم كذبوا علينا وقالوا نسقنا، يجوز نسقه، وبعدين وزارة الكهرباء خلفت بوعدها. مثل ما احنا جايين نشوف ايضا في كل المدن العراقية هناك احتجاجات كبيرة، الناس جاي تعيش حرب طبيعي وانقطاعات مستمرة بالتيار الكهربائي. الله يساعد الطلاب، نتمنى لهم موفقية، وراح نتابع احنا يعني الامتحانات اول باول. كان بالاسلامية اكو هنا خطأ بفرع العربي، ما حد اشتكى من هذا الموضوع، لكن الكل يشتكي من موضوع القاعات والامتحان بدرجات حرارة عالية. الله كريم، شو نسوي؟ يعني ما عندنا غير حل انه نقول عسى ولعل انه تنتهي هذه الازمه على خير، ونشوف انه الجايات بركه الله على السنوات القادمه يكون هناك حل للكهرباء، للتربيه، ولموضوع ارتفاع درجات الحراره. نعم. طيب نروح الى موضوع اخر، الى كركوك وموضوع العنف الاسري. طبعا احنا من نقول ان عدمه الرحمه والانسانيه من الناس، نقول قد يكون واحد غريب عن الاخ، لكن من نشوف من الاب
تجاه أولاده. هذا الشيء اللي نقعد نقول ليش وصلنا لهذه المرحلة، إنه خلاص ما بقت رحمة بقلوبنا، إنه حتى أولادنا فلذات أكباتنا نأذيهم في سبيل مصلحتنا. هذا الطفل رضوان تعرض للضرب من قبل والده، مع العلم إنه هذا والده كان كاتب تعهد بأنه ما راح يضربه مرة ثانية، لكن للأسف رجع وضربه مرة ثانية بسبب إنه هذا الطفل راد انه ينفه عن نفسه ويشتغل بدل الاب، ينفه عن نفسه، لكن للاسف ما قدر يتونس او يفرح بهذا اللي شويه راح بالالعاب يلعب. خليكم لنا وخلينا نشوف هذا المقطع الفيديو. طبعا للاسف وصلت شكوى اللي نفس قضيه الطفل العام اللي ابوه ضربه، هو طفل رضوان. رضوان شلونك؟ زين. شو اسمك الثلاثي؟ رضوان ثامر انصيف. علي صوتك. رضوان ثامر انصيف. شو قضيتك احكي لي؟ شو اسمه هذاك العام؟ العام شو اسمه ام انت صورتني وهسه اهم شو اسمه راح اشتغلت ابي اكلينس اشتغل وش اسمه أعطيهن لأبوي يشرب بيهن. يشرب بيهن؟ اي. واليوم ما انطيته؟ اي ضربني. ليش ما انطيته اليوم؟ لعبت بيهن بالمراجع. على مود عيد ما عيد وما رحت على المراجع ورحت اليوم؟ اي. ضربك؟ اي. ضربك على عينك نعم. اي. أبوك وين هسه؟ بالتوقيف. بالتوقيف. ما حد يسأل عليك بعد يعني أمك وين أمك؟ بربي المطلقة. عندك أخوان؟ بس واحد صغير. هسه وين هو؟ بالبيت وحده. وأنت وين راح تبقى يعني هسه حالياً؟ وين راح تروح؟ وين تبقى أنت؟ يعني هذه رسالة موجهة إلى قيادة شرطة كركوك قسم الأسرة والطفل، يعني هذا الطفل للمرة الثانية يضرب. وتم أخذ يعني تعهد خطي من الأب وحتى ما يضرب هذا الطفل، ورجع مرة ثانية اليوم ضربه، وللأسف ما نعرف شنو قضية هذا الأب مع الطفل. هل معقولة اليوم مرحلة السكر والشرب يعني توصل إلى هاي المرحلة؟ نتمنى يكون هناك تدخل من منظمات المجتمع المدني، يعني مركز شرطة كركوك، يعني مركز شرطة المغداد وشرطة المستشفى والعميد شيرزاد يعني شرطة كركوك اتخذت اللازم، يعني وقفت الأب، ولكن الطفل راح يبقى مصيره مجهول. يعني ما عندنا في كركوك دار لاحتضان هذه الاعمار من هاي يعني الانتهاك هذا الطفل. فنتمنى هناك يكون تدخل سريع وتم معالجته. يعني عالجوك بالمستشفى؟ اي. يعني تم معالجته بمستشفى كركوك وقدموا له العلاج، ولكن راح يبقى هذا الطفل بالشارع. راح يبقى هذا الطفل بالشارع واخوه بالبيت، اخوه اصغر من عنده. نتمنى يكون هناك تدخل سريع كبير من يعني قبل مكتب حقوق الإنسان، مكتب حقوق الطفل، منظمات المجتمع المدني، أيضا يكون هناك تدخل سريع قسم الأسرة والطفل في قيادة شرطة كركوك. الطفل راح يسلمونه إلى مستشفى كركوك وراح يكون يعني من ضمن حماية المستشفى وشرطة المستشفى، ولكن لازم يكون أكو حل. يعني مثل ما شاهدنا انه هذا الطفل تعرض الى العنف والضرب من قبل والده، ومثل ما سمعنا انه هذه مو المره الاولى التي تعرض بها للضرب، هذه المره الثانيه. والده او يعني هو تعرض هذا الطفل للضرب لانه يعني راح مجرد لمدينه الالعاب وصرف لكم فلس يريد يونس نفسه في ظل هذه الظروف اللي هو الطفل ما عايش حياته الطبيعيه. راح نعرف تفاصيل أكثر من مراسلنا سلام جمعة في كركوك، لكن بعد الفاصل. العنف الأسري من المواضيع المهمة اللي تخص أهل المدينة. حالياً وضع الطفل شنو؟ وين راح هسه؟ والدته وين؟ هذه كلها تفاصيل، وأيضاً هو سبب يعني الضرب، ليش هذه المرة الثانية تعرض؟ يعني احنا عرفنا هسه القصة الثانية، الأولى ليش؟ الجيران ليش ساكتين؟ كل هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة، لأن الكل قد يكون مقصر أو الكل يكون إلى يد بالموضوع يقدر ينقذ هذا الطفل حتى من المرة الأولى. تفضل. نعم أزل، الطفل رضوان ثامر صيف هو عمره 12 سنة إلى 16 سنة. هذا الطفل هو
مره ثانيه او مره ثالثه يضرب بهذه الطريقه من قبل الاب. ضرب الاب للطفل هو سبب عدم جلب النقود للاب حتى يتناول بها المشروبات الكحوليه. هذا الطفل هو يعمل تحت اشعه الشمس في التقاطعات تحت اشعه الشمس ومتعرفين درجه الحراره تكون عاليه، وللاسف يوميا حصل 6000 الى 7000 دينار. حكيت مع الطفل قال لي انا يعني اليوم يعني حاول ان يروح يرفع عن مشكله حديقه الهاب. طيب. فللاسف كانت عقوبته بالضرب بهذه الطريقه من قبل. طيب سلام بس اسمح لي، الطفل شنو يشتغل بالشوارع؟ بالتقاطعات؟ بزنس او يبيع مي او يبيع علك. طيب يبيع الاب شنو يشتغل؟ الاب كاتب، الاب يعتمد على ابنه يوميا يجيب له 7000 دينار حتى يتناول بها مشروبات كحوليه. والاب وين؟ يظل نايم بالبيت؟ الاب كان نايم بالبيت، ولكن بعد شجاعه الطفل بذهابه الى المركز حتى يروي. لا وانا انا مو حتى يعني احنا نستفاد من القصه للبقيه، انا دائما من تكون هناك قصه بس نسلط الضوء على هذه الحاله، وانما حتى الناس تسمع. امه وين؟ هسه الاب ينام بالبيت. الام صار 4 سنوات منقطعه عن الاب مطلقه. طيب مثل ما هو قال يعني بالمقطع. نعم الام منقطعه عن الاب صار 4 سنوات. طيب. الطفل هذا يعني وياه موجود اخوه الصغير عمره 6 سنوات او 7 سنوات. حاليا فقط الاطفال كلهم موجودين بالبيت. طيب. اللي يراعيهم هم الجوارين وعمهم مرات يتعاطف عليهم ويجد عليهم، ولكن اغلب الناس الجوارين ما يقدرون يعني يتاقلمون وياهم او يتقربون عليهم بسبب شرافه الاب وتعامله مع الجوارين بقساوه. طيب. الكل يشتكي من عنده، المختار يشتكي من عنده، مركز الشرطه يشتكي من عنده، هذه مو لاول مره. الان اليوم كان تدخل من قسم الشرطه الاسره من شرطه كركوك. نعم. ومجلس القضاء امر بالقبض على الاب وتم ادخاله الى السجن يوم امس، لحد هذا اليوم سوف يرفع لمجلس القضاء يوم غد حتى يشوفون شنو قضيه هذا الاب، شلون يتعامل مع اطفاله بهذه الطريقه. طيب بالمره الاولى مرت مرور الكرام لو اخذوا منا عدة تعهد او فد شيء، لا ما حد حس بالقضيه. اجل يعني المشكله احنا يعني المجتمع مالنا مجتمع شوي تعصبي، فمن يروح الاب يم القاضي يقول له انا ابوه وانا اعرف شلون اربيه، فالقاضي المشكله القانون مالنا شوي ما عنده حقوق للطفل، هي هاي مشكله احنا مشكله يعني القانون مالنا القانون العراقي اكو حقوق للطفل بصوره صحيحه. يلا جاهل يقول لك ايه الاب يطلع بكفاله، الاب يطلع بكفاله على اساس انا اربي اطفالي. زين شنو اطفالك هذول اليوم بهاي المصيره بهالضربه؟ الطبيب في مستشفى كركوك، امر بان يبقى الطفل لمده 48 ساعه تحت المراقبه. اها. يعني احتمال مؤثر على الجمجمه يعني على راسه. ليش ضربه هو سلام؟ ليش تعرض للضرب؟ شنو بايده بشنو؟ لا ضربه بسنه، ضربه بوكس على عينه. يعني الاب قوي يستطيع ان يضرب بوكس يطلع يشتغل، هذا اللي نايم يعني طول النهار بالبيت يعني حتى الحيوانات تطلع تشتغل هم من اجل او تدور على رزقها، انت قاعد البيت شنو؟ شنو من انسان انت؟ وصلتني معلومات على الاب اليوم، وصلتني طيب. معلومات على الاب اليوم ان هو يضطر على مناظره مجتمع مدني بسبب على هو ظروفه الماديه تعبانه بعد مشاهده يعني بعد مشاهده فيلم هذا الاب شلون يتعامل مع اطفاله. كل المنظمات المجتمع المدني قطعت التمويل على هذا الاب. يعني حصل ايضا فلوس هو من منظمات المجتمع، يعني ما محتاج انه يشغل ابنه. الفوبيا هو نصاب، هو كان يخدعهم بين على اساس الام متوفيه، على اساس يعني عائله ضعيفه، طيب. بين هو متدين. زين هو طيب رضوان يدرس يعني. طيب رضوان يدرس مدرسه لو هم طالع من المدرسه وضال يشتغل؟ للاسف طبعا اتصل بي احد المدرسين يعني المعلمين. طيب. يعني اتصل بي احد المعلمين واكد لي بان رضوان كان من الطلاب المتفوقين حتى رابع ابتدائي خامس ابتدائي كان طالب متفوق. طيب احنا هسه نعم بسبب انفصاله عن المدرسه وابوه رضوان انفصل من المدرسه وحاليا ما يدوم المدرسه. الله يساعده. طيب احنا نتمنى سلام انه تبقى متابع هذه القضيه، نتمنى من اهل رضوان يعني سمعت انه عنده عم اكيد عنده اهل عائله سوى يعني الام يا ريت تسمعنا حتى لو انت ما لكن هذول اولادك يعني نتمنى انه يكون هناك تواصل من قبل الام. ام يعني انت ام شلون ام تركين اولادك بهذه الوضعيه يعني يبيع بالطرقات وانت الاب ما اعرف شلون احكي وياك يعني اذا انت تنام
شلون لك قلب تنام، شلون لك عين تخفى وتغمض وابنك بالطرقات يبيع بهالشمس وبهالحر وما تعرف شنو مصيره وشنو يصير به. نتمنى ان يكون هناك تدخل من الحكومه المحليه ويا من واحد يحكي اذا هو الاب ما مهتم. نتمنى انه ياخذ جزاء العادل، هذا ما يطلع، هذا لمن يطلع اذا هو كاب ما نجح، كانسان اكيد هو انسان فاشل. نتمنى من الام، اهل الام، اهل الاب يتدخلون لانقاذ رضوان واخوه الاصغر من عنده، وما نتمنى نسمع مثل هكذا حالات العنف الاسري اللي جاي تتزايد بشكل كبير. نعرف حاره ونعرف وضع امني ونعرف وضع اقتصادي واجتماعي، لكن اطفالنا امانه، ما لهم علاقه باللي صار، ليش جبتوهم لعد؟ نتمنى يكون هناك اهتمام اكبر بهذا الملف الشائك اللي هو موضوع العنف الاسري. طيب نروح الى موضوع اخر، موضوع يخص المزارعين او الفلاحين او طبقه الفلاحين. احنا قبل فتره او قبل شهر رمضان الفضيل انه اعلنت وزاره الزراعه انه راح يمنع استيراد المحاصيل المحصولين الرقي والطماطم، لكن للاسف احنا اللي شفناه او اللي وصلت لنا مناشده انه احد الفلاحين او الفلاحين بعض الفلاحين ليسوون يقومون باتلاف محاصيلهم، يقول لي المدى نستفاد منهم، نسوي ندفع المئات الالاف حول بالزراعه وبالحرث وصعوبات الري وبهذا الحر والتعب، لكن للاسف المحصول ما ينباع الا ب 500 او 1000 صندوق ان كان طماطم او الخيار، ولهذا هم اللي يسوون احتجاجا ليش يستوردون لحد الان المحاصيل من الدول الاخرى. طيب يعني بالموسم السابق اللي متابعنا مره من المرات طلعنا قرار انه الحكومه قالت تمنع بعد استيراد اي محصول اذا كان عندنا وفره من عنده او هو وقته، يعني مثلا هسه الطماطم نزلت بعد ما تجيب طماطم نكتفي بالمحصول المحلي، اذا كنا محتاجين نعود نجيب كم كيلو من دول الجوار. مال احنا هسه نجيب اطنان من دول الجوار والله، لانه يعني طماطم وخيار او بعض المحاصيل اللي احنا زرعناها، هذا معناته انه احنا ضد البلد، ضد المزارع، ضد بلدنا العراق حتى نعيش البلدان الأخرى. اللي هالشكل يحب البلدان الأخرى والمجاورة يروح هناك يعيش، لا يبقى ويانا. احنا نحب العراق ونريد محصولنا هو أطيب وأنظف وأجمل وأحسن، واللي عاجبه الدول المجاورة يا أخي اخذ غراضك وأهلك وعائلتك والله ومحمد وعلي وياك، احنا ما نريدك أصلا، سبع حجارات نذب وراك حتى ترجع. هالحب هذا للدول المجاورة وتردون تربحونهم شنو؟ ليش؟ شنو الحب هذا الأعمى؟ ما يحبون بلدهم قد ما احنا اكو ناس تحب البلدان الأخرى. المزارع يتعب طول السنة، ما هو أخذ من عندكم قانون وقرار وأخذ من عندكم كلمة وحكاية يا الحكومة إنه ما نستورد المحصول إذا احنا عندنا به وفرة. خليتوا الناس تضطر إنه تذب محاصيلها، وأنا متأكدة بعد ما يزرعون والفلاح راح يهجر أرضه. ليش؟ ليش هاي تحاربونهم من كل الجهات؟ بالماي شويه وبالمحاصيل شويه وبالفلوس شويه وبالبذور شويه وبالسماد شويه. هالبلد هذا ليش ما جاي تقوم له قائمه؟ ليش؟ ليش انتم محاربينه؟ مره اخرى نداء، اللي يحب اي بلد مجاور ياخذ غراضه ويروح، هناك يعيش، يقول لهم انا احبكم، ما احب العراق، احنا ناس نحب العراق ونحب فلاحنا ونريده هو يزرع ونريده هو اللي يزرع لنا ونريد ناكل احنا محصولنا الزراعي. محاصيل الثانيه الجايه تجي لنا لا طعم وبكلها مواد كيميائيه ويجيبون اصلا التالف من بلدانهم على ما يوصل يتلف، احنا نريد محاصيلنا الزراعيه اللي الناس كانت دول الخليج تجي خميس وجمعه تجي تتسوق من عندنا وترجع، لانه تقول محصولكم الزراعي ماكو اطيب من عنده ولحد الان. ساعدوا الفلاح. هالمحاربه من الحكومه المركزيه للفلاح ليش؟ لمحاصيلنا ليش؟ ليش جاي انتم تخلقون مشكله من لا مشكله؟ انا هسه يعني ما يحتاج لها روحه للقاضي. احنا هسه عندنا وفره يا بنسد الحدود ما نجيب. ليش كانما تتعمدوا تقول يلا صارت نزلت الطماطه العراقيه روحوا جيبوا لنا من دول الجوار. نزل الخيار روحوا جيبوا لنا من دول الجوار. نزلت الفاكهه الفلانيه روحوا جيبوا. ما طلع هذا الحب الاعمى لدول الجوار. نتمنى انه يكون هناك وقفه حقيقيه، من يكون هناك قانون يكون هناك رجال ويحكي كلمته ويتم تطبيقها على أرض الواقع.
طيب نروح إلى عيون المدينة وموضوع اللي ما يخلص أو الموضوع اللي ما ينتهي من العراق، وهو موضوع النفايات والأوساخ المتراكمة داخل شوارع بغداد أو بالقرب من المراكز، وهذه الصور راح توضح لنا من جامعة المستنصرية. جامعة المستنصرية يعني المفروض يكون كلية الهندسة، المفروض يكون المكان نظيف ومرتب لأن طلبة يروحون يدرسون أجيال المستقبل، لكن للأسف إحنا بالصور دا نشوفه وضع للأسف محرج، ونتأسف من نشوف وصلنا لهذه المرحلة نقول ليش يعني. نتمنى من جهات المعنية أنه يشوفون أو يعني يشوفون حل، يعني حتى المواطن يتعاون بنفس الوقت. احنا دائما نقول أنه المواطن إلى دور والجهات المعنية أيضا إلها دور بحل هذه المشكلة، يعني مو هي فت قضية كبيرة أنهم ما يقدرون يحلوها. هذا موضوع النفايات وما راح ينتهي يعني يبدو، خاصة يعني في بغداد ما شو يعني صار لنا سنين نحكي به، ما أعرف شلون واحد يجي له بأي طريقة بأي لغة. هم مرة ثانية إحنا ندعو لي واحد يقدر يعني أكو طريقة للتفاهم مع هالجهات المعنية، يا ريت يقول لنا شلون. إحنا نقول الكل مقصر، لكن الناس أيضا وين ترمي؟ يعني إحنا من خلال الصور مثل ما شفناها إنه وين يرمون؟ من ما واحد يعني يأخذها أو يرفعها أكيد راح تبقى بالشوارع وتتكدس. نتمنى أن يكون هناك متابعة من قبل الجهات المعنية في بغداد. طيب نبقى في بغداد بس نروح إلى ملف وزارة الصحة. اليوم وصلت لنا شكوى من مدينة الطب، أحد شهود العيان اللي هو مراجع أخذ والدته إلى المستشفى وشاف العجب في المستشفى. ما راح نحكي لكم احنا اللي سمعناه من عنده، هو راح يحكي لنا ويانا هو عبر الهاتف، راح يحكي لنا شنو اللي صار. اتمنى انه وزاره الصحه اللي جاي تسوي من العيد لحد الان يوميه جوله تفتيشيه مفاجئه سريه وراها 60 واحد كلهم دول سريه، ما اعرف شلون. خلي نشوف خلي تسمع بلكي تطلع باكر تروح تسوي لو هي مدينه الطب قريبه عليها، بس ما اعرف يعني الظاهر لان قريبه ما تروح لها عبالها انه تقدر تشوفه من بعيد. ويانا احنا احد المراجعين اللي هو ذهب الى مدينه الطب وشاف العجب العجاب. تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا اول شيء احب ارحب قناه الشرقيه وكادرها المتميز. حياك الله. جهوده جباره لخدمه الوطن وخدمه المواطنين. واجب. شكرا لكم اول شيء. حياك الله. انا مراجع، عندي مراجعه ويا يعني احد اقاربي حالته مال امراض الدم. طيب. الطابق السابع بالعيادة الاستشارية. تفاجئنا منذ نراجع على صارنا شهرين هالشيء، تفاجئنا بين سوون لجنة طبية وهاشلي يصرفون الدواء، الدواء قالوا ما موجود، روح اشتري من برا. احنا نشتري من برا نشوف دواء كلش باهظ من 600 دولار إلى 1000 دولار. طيب. أنا بالنسبة لي 300 دولار الدواء هذا، يا بقلنا ما يخالف، قالوا يتأخر ما يجي، بس حالتنا حارة لازم نشتري فاشترينا الدواء. طيب جينا المستشفى الدواء بيدنا وهاي فسووها نشوف على سره نقص بلا سره كلش هواي، يعني الطابق كله مقفط، اريد نفس سرير. طيب. بس المريض ياخذ العلاج. ياخذ الجرعه مالته زين وواقفين من الساعه 7 الصبح لحد ما قال الساعه 6 العصر. أه. لحد ما لقينا الساعه 6 العصر لحد ما لقينا السرير، مريض راح اللي احنا رقدنا بمكانه، يعني المريض ماسكي العفو زين ساديه. طيب. المهم فهاي يعني من الشغلات الكلش المزريه، ويعني صارت عندنا مشاكل هوايه ونتوسل بهذا وبذاك وشي، ليش النقص هذا؟ انا هو سرير شنو قيمته السرير اصلا؟ واحنا جايبين دوانا ويانا زين وش ويانا؟ الاستاذ الطبي من اطباء الله يستر عليهم خوش ناس بقشروا يعني واحد يحكيها صراحه امانه، بس الممرضين فيهم بعض الممرضين ما اعرف اشمل الكل، بعض الممرضين يعني كان تعاملهم كلش ما حلو وغير انساني. يعني وصلت لهذه الحالات قلت لها بس تعال ضربي اوبرا للحجي وهاي، كانت تقول لي موجود فلان، يا فلان ما يقدر ترى كل طابق بس ترى شغله انسانيه، قول لي اعذرني انا ما عندي انسانيه بهاللهجه هاي قلت لي فعلا يعني هي المره ما مكذبه، يعني المره قاعد تحكي الحقيقه، ما عندي انسانيه ما كذبت حكيت الحقيقه. طيب ما اعرف بعد يعني المهم وبعد اكو هواي شغلات يعني صارت ويانا الكهرباء تطفى كل شويه طافيه الكهرباء تطفى الكهرباء زين اذا حاله طارئه شلون؟ مستعجله شلون؟ يعني عمليات شلون؟ اي المريض يتاذى طفت الكهرباء صار الجرحى تعرفين طابق السابع طيب. الكهرباء تنقطع اكيد
مصيبه جهنم. والمريض والمريض قاعد يشفي له خاص امراض الدم يحط كيماوي يعني درجه حرارته ترتفع بهذا العلاج مالته. طيب والكهرباء طافيه. طيب احنا يعني هي مش وحده مناشده من هذه المناشدات حكيتها المفروض توقف الوزاره اليوم. ان شاء الله صوتك يوصل الى وزاره الصحه الى الوزيره وتابع ملف مدينه الطيب وشوف شنو الموضوع. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام. في امان الله. الى اللقاء.